خلقي تذكارهم في الحلق كالترياق أنوارهم بين البرية شعلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في حلقات السابقون السابقون أولئك المقربون ومع فضيلة الشيخ سالم جابر حفظ الله تعالى في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تلك السيرة العطرة الطيبة المباركة. فحياكم الله شيخنا، مرحبا بكم. مرحبتين شيخ عبد الباسط، سلمكم الله شيخنا. شيخنا لازلنا مع علي رضي الله عنه، وعلي تلك الشخصية القوية، ذلك الصبي الذي أسلم وتربى في بيت النبوة في بيت محمد صلى الله عليه وسلم. شيخنا تكلمنا عن علي ومبارزته في بدر وقتله لعمر بن ود في الخندق، وكذلك نريد أن نتحدث اليوم أو تحدثنا حفظك تعالى عن علي في خيبر، وما هو موقفه وجهاده وقتاله في ذلك اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أذل رقاب الجبابرة وقصر أمال القياصرة، والصلاة والسلام على قائد الغر الميامين المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عمن أقمته لمحبة نبيك المجمع على جلالة شرفه وقدره، الغيث الساكب والليث الواثب، إمام المشارق والمغارب، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إذا ذكرت البطولة فسيكون علي في الصدارة، وإذا ذكرت المبارزة فسيكون علي في الصدارة، وإذا ذكرت الشجاعة فسيكون علي في الصدارة. ولذلك مبارزاته كثيرة، ولكن في خيبر كأن خيبر امتنعت من الفتح وتأبت عن أن يدخلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا اليوم الأول ولم تفتح، واليوم الثاني والثالث إلى غير ذلك. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هدأ القتال يجمع الصحابة ويقول: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذا الوسام تمناه كل صحابي، أن يكون على صدره أو يكون تاج على رأسه، حتى قال عمر: والله ما تمنيت الولاية إلا في تلك اللحظة، وقد اشرأبت الأعناق، كأن كل يحاول أن يظهر وجهه للنبي صلى الله عليه وسلم لعله يختاره. ليس والله حبا في الرئاسة ولا في الكراسي ولا في السيطرة على الناس ولا في القيادة، وإنما في هذه الشهادة النبي، وإنما الذي أخذ بمجامع قلوبهم تلك الشهادة يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وهي كأنها تجسيدا لقول الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فوقيل أنهم باتوا يتمنون، كل منهم في الصباح يقول: هل سيذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسمي؟ وهذه هي المنافسة الشريفة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهل نتنافس نحن في حب الله وحب رسول الله؟ هل نحن عندنا ما يثبت أن الله يحبنا والرسول صلى الله عليه وسلم يحبنا؟ هل تتبعنا أودية الحب وأودية القرب ومجالس الحب ومجالس القرب وعشناها، أم أن قلوبنا مملوءة بحب الذرية وحب المال وربما حب النساء وحب الشهوات وحب الكماليات وحب الملذات؟ وحدث ولا حرج، أما هم فقد فرغوا قلوبهم فاستقر فيها شيء واحد، هو حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الصباح سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة كلهم حضور،
أين علي بن أبي طالب؟ انظروا إلى رحمة الله بهذا البطل، انظروا إلى تكريم الله لهذا البطل. هو لم يكن موجودا، كان مريضا صحيح، هو معهم في الغزوة لكنه كان به رمد في عينيه، وصاحب الرمد يصعب عليه الضوء وتصعب عليه أشياء كثيرة. فقالوا يا رسول الله إن به رمد، فدعي، فجاء فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. تلك الصيدلية المتحركة في رق رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاء، فأخذ شيئا من رقه ووضعه على عيني علي، فما رمد بعد ذلك. الله أكبر، كيف لا وهو رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كيف لا وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم أعطى الراية لعلي، فاز بها ابن أبي طالب، وسام لم يشاركه فيه أحد، وكان على مشهد من الصحابة. فأعطاه الراية فقال يا علي قاتلهم، ولكن أوصاه قال لئن يهدي الله بك رجل خير لك من حمر النعم، قاتلهم على دين الله. فانطلق علي بن أبي طالب لا يلوي على شيء، وأخذ الراية وتبعه الصحابة، قاد معركة شرسة، حتى قيل أن باب الحصن سقط، وسقط درع علي، والدرع هي آلة من حديد تتقى بها السيوف. فكما قال أنس قال أخذ الباب فجعله درعا وقاية له بيده، حتى انتهت المعركة ألقاه، قال والله سبعة ما استطعنا أن نحركها، سبعة رجال. هذا الرجل يمتلك قوة خارقة عظيمة، هي ليست قوة جسد فقط، لا، هناك منح من الله يعطيها لخلقه. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على بعض الناس وزاده بسطة في العلم والجسم. أفنستكثر على علي بن أبي طالب أن يكون له هذا الأمر، وهو أول من قال لا إله إلا الله من الصبيان، بل البعض يجعله من الذكور، لأن كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أول من قال من الرجال لا إله إلا الله هو أبو بكر الصديق. وانتهت هذه المعركة بانتصار المسلمين وفتح خيبر، والكل البعض حصل على غنائم من هذه الغزوة، كانت غنائمها كثيرة، وانتصر المسلمون انتصارا باهرا. لكن والله الذي رجع به علي لا تعدله الدنيا بما فيها حب الله ورسوله. حب الله ورسوله. شيخنا بارك الله فيكم، علي والصحابة رضي الله عنهم جميعا يعني كلهم كانوا عباد وزهاد، وكانوا يعني أسوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وكما ورثوا من النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان وهم العلماء، ورثوا منه حاله وعبادته، فكيف كانت عبادة علي رضي الله عنه وأرضاه؟ نحن للأسف لو عملنا مسحا شاملا للأمة الإسلامية، ماذا تفعل الأمة بالليل؟ وما هو الليل في القرآن؟ وما قيمة الليل في الإسلام؟ لوجدنا أن أكثر الأمة في واد والإسلام في واد آخر. كلنا نسهر، أغلب البيوت تسهر إلى منتصف الليل أو ما بعد ذلك. نعم للأسف. لكن لو سألنا سؤالا، نعم، كم ركعة، كم سجدة، كم دعوة، كم تسبيحة، كم آية تتلى، سنين، عشر سنوات، عشرون سنة، أمام هذه الأجهزة الأبصار مشدودة والقلوب مفعمة بالشهوات، ونغير ونبدل، لكن جانب الآخرة لا يخطر على بالنا، لا نفكر فيه،
كأن الشيطان قد أغلق هذا الباب بالكلية. للأسف كبارا وصغارا إلا من رحم ربك. أنا لا أستطيع أن أعمم، ربما بعض الناس والله من ربما ما زال أناس بيننا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لماذا؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا. ألم ينزل الله على نبينا يا أيها المزمل قم الليل. فعلي بن أبي طالب نحاول أن نعيش معه في ليله. أنا لا أريد أن أسرد قصة هؤلاء الصحابة سردا، تستطيع أن تراجع كل الكتب وكل التراجم، لكن أريد أن نعيش معها. ما هو الدرس المستفاد؟ أن نقتفي أثرها لعلنا نكون معها. صحيح. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، لأننا نحن نترضى على كل صحابي، وأمره إلى الله لا نتكلم فيه إلا بكل خير. لا شك. حصل بينه وبين علي بن أبي طالب ما حصل وما عرف في التاريخ من حرب صفين وما إلى ذلك، لكنه كان يحب أن يسمع عن علي. هل يحب أن يسمع عن علي الكلام السيء أم الكلام الطيب؟ الكلام الطيب. القلوب حتى وإن تحركت الأيدي، القلوب ما زالت تحمل الإيمان والأخوة. يسأل ضرار: يا ضرار، في مجلس معاوية صف لي عليا. فقال: اعفني يا أمير المؤمنين. قال: ناشدتك الله أن تصفه لي. انظروا إلى العدل، هو خصم له. قال: يا أمير المؤمنين، إذا أرخى الليل ستوره أظلم، إذا أرخينا الستور في مكان يظلم، وغارت نجومه، النجوم غابت تعالت، وخلا كل حبيب بحبيبه، تراه في محرابه. ترى من؟ علي بن أبي طالب. أين؟ في المحراب. ما هو المحراب؟ مكان السجود. هل عندنا محاريب في بيوتنا؟ لا أعني بالمحراب أن تجعل ديكور أو تجعل مكان للقبلة. لا. مكان السجود. نعم. وهو قابض على لحيته يتململ تململ اللذيذ السليم. وقال السليم هو الذي العرب تتفاءل، أي من استشرى السم في بدنه لا يستطيع أن ينام. ثم يقول: انظروا إلى علي في الثلث الأخير من الليل يتأوه يشكو. ترى مما يشكو؟ يقول: آه لو سألنا أهل الخليج ما سبب تأوهه ورجال الأعمال لقالوا: البورصة نزلت، أصيب بجلطة، أصيب بمرض، أصيب تأوه. هل فقد مالا؟ هل فقد أولادا؟ هل فقد زوجة؟ ما الذي يجعله يتأوه؟ هو يفكر في أمر غفله كثير من الناس: آه من طول الطريق وقلة الزاد. سبحان الله، زوج الزهراء يشكو من قلة الزاد. من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة يشكو من قلة الزاد. من قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، والحديث في الصحيح، يشكو من قلة الزاد. نعم الله، لأن الناقد بصير. الحساب على القطمير والنقير والفتيل، الحساب بالذرة، الأمر دقيق. آه ويبكي، آه من طول الطريق وقلة الزاد، وقد ابتلت الأرض بدموعه.
ثم يقول: يا دنيا غري غيري، غري غيري، غري غيري، فقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. حتى قيل أن حتى في عهد خلافته لا يبقي درهما حتى في بيت المال خوفا على نفسه، المال الذي يأتي يوزعه في التو والحين، لا يحب أن يدخر، ترك الأمر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هذا هو علي ابن أبي طالب. شيخنا، وقفة مع عبادة علي رغم أنه مزكى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه، ومع ذلك لم يفرط في لحظة واحدة ويتأوه، فما بالك الذي يعني يثنى عليه من قبل بعض الناس أو يمدح من قبل الناس، يطير بها فرحا ويظن أنه خلاص سيدخل الجنة بغير حساب. كيف هذا الحال وهذا الحال؟ يعني هذه كارثة كبيرة. يعني نعم، هو الشيطان يوسوس للإنسان فيفسد عليه عمله، فالعمل يعجب به، بينما المفروض الطاعة تقود إلى طاعة، والعبادة تقود إلى عبادة، والحسنة تجر حسنة. لماذا؟ لأن علي عرف ربه حقا. نحن تنقصنا المعرفة، لو عرفنا الإيمانيات بالآخرة بدءا بدخول القبر، بدءا بالصراط، بدءا بالميزان، عرفنا حق المعرفة كيف يكون، بدءا بأخذ الكتاب، بدءا بيوم تبيض وجوه وتسود وجوه، بدءا بالحساب الشديد. على ذكر الحساب، عمر بن الخطاب، هي كان الأولى أن نذكرها في قصة عمر لكن نذكرها لا بأس. كانت هناك صداقة بينه وبين العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة، فلم يره بعد موته، تمنى أن يراه في المنام يسأل عن حاله بعد استشهاد عمر، فلم يره. وبعد عام رآه العباس، قال: رأيته يتصبب عرقا كأنه نزل من مكان مرتفع. فقلت له: اشتقت إليك، سنة لم نرك. فقال: يا عم رسول الله، الآن فرغت من الحساب، والله كاد أن ينهد ركني. انظر، عمر كاد أن ينهد ركني لولا أني وجدت ربا غفورا رحيما. هذا هو علي بن أبي طالب. نحن نحتاج إلى أن نقوم الليل كما يقومون، نخاف من الله كما يخافون. ومن قصص الإمام علي أنه دخل على عمر فقال: فيما جئت يا أبا الحسن؟ أجئت في أمر يخصك أم أمر يخص الأمة؟ قال: وفيما تسأل يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا كان أمر يخصك أطفأت السراج، لأنه من بيت مال المسلمين. أنت تريد أن تتحدث عن نفسك، فلا أصرف أموال المسلمين في أمر يخصنا أنا وأنت. انظروا إلى التوقي والحذر. نعم. وهو يملك هذه الأنهار وهذه المدن وهذه الدول وهذا الخراج الذي يأتيه، هذه الكنوز كالجبال. وإن كان الأمر الذي جئت فيه وتتكلم فيه أمر الأمة، تركت السراج، إن هذا زيته وهذا سراجه. فعلي بن أبي طالب كان شديدا على نفسه، حتى كان إذا غضب أو حصل له أمر أين يذهب. نحن الآن إذا غضب الشاب من زوجته أو في بيته، يخرج علبة السجارة ويدخن، والبعض يحتسي، خصوصا في الأمة الإسلامية متسعة البلاد، يحتسي كوبا أو كأسا من الخمر يريد أن يدفن همومه، وهي والله تزيد. والبعض يخرج يتسكع أو يسب أو يشتم أو يلجأ إلى الطلاق فيطلق في اليوم 100 طلقة. لكن قد تحصل مناوشات في البيت، مع أن التي في البيت هي من؟
هي سيدة نساء أهل الجنة الزهراء، فحصل أحيانا. فأين يذهب علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب همومه، علي بن أبي طالب مشاكله إذا دخل المسجد انتهى كل شيء، فيذهب إلى المسجد فينام على الأرض، فيسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أين علي؟ فيقولون إنه في المسجد، فيأتي إليه فيجد التراب على وجهه وعلى شعره، فينفض النبي صلى الله عليه وسلم التراب على وجهه يستريح، ثم يأخذ بيده ويقول أنت هنا يا أبا تراب، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبا تراب، فهذه أحب كنية إليه صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا، في دقيقة وفاة علي رضي الله عنه. نعم، علي بن أبي طالب كان قادما لصلاة الفجر، فتعرض له ذلك المجرم عبد الرحمن بن ملجم، وهو هذا الاسم والله لا يستحقه، فطعنه بخنجر، وكان التدبير أن يقتل ثلاثة، أن يقتل عمرو بن العاص، وأن يقتل معاوية، وأن يقتل علي، وهؤلاء هم في الأمة في ذلك الوقت هم القادة، ولكن الله سبحانه وتعالى أكرم عليا بهذه الشهادة، فكانت شهادته وهو في ذمة الله قادم لصلاة الفجر، ونحن نعلم أن صلاة الفجر قرآنها مشهودا من الملائكة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحب علي بن أبي طالب ويحب الخلفاء الراشدين ويحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا، متعك الله بالصحة والعافية، صلى حفظكم، شكرا وصولكم أحبتي في الله، الملتقى بحول الله وقوته، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونهلتم من بحر الهدى محمدا، فسقيتم الدنيا بغير سواقي، فسقيتم الدنيا بغير سواقي.